مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. مساء الخير. يقفل الأسبوع لبنانيا على 4 ملفات، الأول شمالي يتعلق بقتل مجموعة تلك الأخ، فأهالي القتلى الذين اعتصموا في طرابلس أمهلوا الدولة حتى صباح الاثنين لتسليم جثامين الشبان، وإلا سيعمدون إلى قطع طرق في المنطقة. الملف الثاني قضائي، إذ بعدما تبين أن لا مفاعيل قانونية للمذكرات السورية فأن الدعوى السورية تأخذ منحا جديدا بعد تأكيد المحامي رشاد سلامة أنه سيقدم مطلع الأسبوع ملف الادعاء على النائب عقاب صقر. الملف الثالث سياسي يتعلق بالمفاوضات القائمة بين الرئيس بري وقوى 14 من أذار، وفي المعلومات أن اللقاءين اللذين عقدا حتى الآن لم يتوصلا إلى تحقيق خرق حقيقي فيما خص تشكيل حكومة جديدة، وعليه فإن المفاوضات ستستكمل بين الجانبين في لقاء ثالث يرجح أن ينعقد الأسبوع المقبل. ويبقى الملف الرابع ويخص بقوى 14 من أذار، فهذه القوى التي بيّنت في الفترة الأخيرة عن نوع من الانقسام والشرذمة نتيجة ابتعاد بعض القوى السياسية عنها تجتمع أمانتها العامة الأربعاء المقبل في ظل عودة حزب الكتائب، إضافة إلى حزب الكتلة الوطنية وحركة التجدد الديمقراطي، ما يؤشر ربما إلى مرحلة جديدة في عمل هذه القوى. سوريا ومصريا كان اليوم يوم التظاهرات، إذ خرج آلاف السوريين في تظاهرة مؤيدة لجبهة النصرة وتطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد متوعدة بالوصول إليه وقتله. أما في مصر فتظاهرتان مليونيتان لمعارضي ومؤيدي مشروع الدستور الجديد، وذلك في عرض قوة قبل 24 ساعة من الاستفتاء حوله. لكن وقبل تفصيل هذه الوقائع نتوقف عند قرار محكمة الجنايات في جبل لبنان التي حكمت بالإعدام على قاتل الشابة مريم الأشقر. فهل سينفذ هذا الحكم؟ تقرير جوني تانيوس. من عليائها ربما تعرف مريم الأشقر أن العدالة الأرضية التي ترجمت يوم الجمعة حكما بالإعدام على قاتلها السوري فتح السلاطيني ليست بشيء مقارنة بعدالة وتدبير سماويين أرادا لها قبل عام وبضعة أسابيع أن تترك هذا العالم إلى آخر أفضل. حكم الإعدام صدر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر، واستند إلى براهين وأدلة واعترافات. وعائلة الأشقر التي ارتاحت لهذا القرار لا يزال الألم يعتصر أفرادها، متمنين لو أن مريم عاشت وتزوجت كما كانت تخطط لتفرح معهم فرح الميلاد. مش انتقاما ونحن مسيحية، بس يا رئيس الجمهورية، يا وزير الداخلية، يا وزير العدل، هيدي خطية برقبتكم، بدكم تحموا شعب، عدوا كم جريمة ورا مريم. مش بنقتل وبنقعد بالحبس، بنحط جيل وبنكسدل وبناكل، هيك بقولوا أكيد لأنه مش عم بيصير في تنفيذ. فرحتي بشهادة بنتي أنا، بدل ما يكون فرحتي على الأرض ببنت عم بتربي عيلة مسيحية، هيدي كان هدفها. بشكر ربي إنه قدم لي إياها شهيدة. فريق الادعاء في قضية مريم الأشقر يطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني ليكون عبرة للمجرمين، وقانونيا الحكم الصادر يوم الجمعة بالإمكان أن يتعرض للطعن من قبل المدعى عليه في مهلة 15 يوما، ومن قبل النيابة العامة الاستئنافية في مهلة شهر، ومن قبل النيابة العامة التمييزية في مهلة شهرين، وبعد هذه المهل يصبح الحكم مبرما. وزير العدل بنظم التقرير أو بيرفع طلب لمجلس قضاء الأعلى مشفوعا برأي النائب العام التمييزي، ويلي بيكون مجلس القضاء بمثابة لجنة عفو، بينظر بهالطلب وبيطلب إما استبدال العقوبة بغيرها إما البقاء عليها، وبيكون رأيه سري ويرفع إلى رئيس الجمهورية يلي بدوره بيصدر مرسوم تنفيذ عقوبة الإعدام. مرسوم تنفيذ الإعدام لا يحتاج فحسب لتوقيع رئيس الجمهورية، بل أيضا لتوقيعي رئيس الحكومة ووزير العدل. وللأمانة فالتحقيق الأول أمام النائب العام الاستئنافي قال المجرم بلسانه قبل أن يتراجع عن أقواله: أطلب لنفسي الشنق، فما فعلته لا يقدم عليه كافر.
وفي حولة فنبطية خمسيني يحاول اغتصاب فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة. اعتاد أن يقلهما من إحدى المدارس المتخصصة في بنت جبيل إلى بلدتيهما حولة ومركبة، لكنه أخيرا تحرش بهما جنسيا. مريم وسارة فتتان قاصرتان من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضتا للتحرش من قبل ابن مركبة علي محمد زرائط 58 عاما. مريم وسارة لم تكتما الأمر فأخبرتا عائلتيهما. ضج الخبر في المنطقة واهتزت النفوس وقلقت، وصباح الجمعة اعتصم أهالي مركبة في ساحة البلدة. بلا ضمير بلا مبادئ، لأنه إذا نسينا نحملوه أمين نرجع نعيده، لازم يحافظ على الأمانة من الناس، مش نحافظ الناس تحافظ عليه منه، هو لازم يكون قد المسؤولية، لأنه محملينه مسؤولية أطفال معاقين، لازم يرجم ها ويموت تحت الرجم. وهذا زلمة بيستحق هذا العمل، هذا ينقام بدوره وينقام فيه، ونحن بنطلب بطرده نهائيا من البلد. ليلة الخميس الجمعة وفور شيوع الخبر، قام أهالي حولة بقطع الطريق بين بلدتهم وبلدة مركبة بالإطارات المشتعلة، مطالبين بطرد الفاعل من المنطقة وإنزال أقصى العقوبات به. من جهته وزير الشؤون الاجتماعية وائل بوفعور تابع القضية وأجرى لهذه الغاية اتصالات بوزير العدل ومدعي عام التمييز والمدعي العام في النبطية، طالبا إجراء اللازم ومشيرا إلى أن المسألة باتت خطيرة وتحتاج تحركا حثيثا. أن يقرأوا عبر الام تي في مدى تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية على الاقتصاد، تقرير جوي سعي. في وقت تشتعل فيه البلاد بنيران الأمن والسياسة الهشة، يبدو الوضع الاقتصادي باردا وإلى تراجع، ولعل مسلسل سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يصل بعد إلى خواتمه السعيدة أو الحزينة أكبر دليل على تأزم الوضع الاقتصادي. حاكم مصر في لبنان رياض سلامي الذي أخذ برأيه في الموضوع في مجلس الوزراء كرر قوله: السلسلة كما أقرت تؤدي إلى زيادة تضخم من 3 إلى 4% وتراجع النمو، فبطالة فعجز وركود اقتصادي، والتمويل مشروط بخطة حكومية متكاملة. التمويل بده يواكبه إصلاحات بس فعلية. وين؟ إصلاحات بكل مكان، يعني مثلا عندك اليوم الدولة بتخسر أموال كبيرة بالكهرباء، ففي إصلاحات بدها تنحط، وفي شرح للرؤية اللي عندها إياها الحكومة، يعني الحد من الهدر ساعات الحاكم، وهذا الحد ممكن أن يؤدي إلى تمويل السلسلة. الحد من الهدر يمكن بعد في التدابير، بعض التدابير الحكومة بتقررها، وزارة المالية بتقررها، اللي بتخلق مداخيل كمان. الحلول ما فيها تجي من خلال طباعة عملة، بدك تزيد الانتاجية بالبلد. ما تأثير ما يحصل من حوادث أمنية يعني متكررة وفي عدة مناطق على الوضع الاقتصادي في لبنان؟ يعني أثر هالأمر وعلى الوضع الاقتصادي. نحن كنا متأملين نمو أكثر من 2% للعام 2012، حتى كنا عم نحكي بالأربعة والخمسة بالمية، فاليوم إذا نأخذ 3% تراجع عن توقعاتنا، يعني هالشي بيكلف البلد مليار ونص دولار. مليار وخمسمائة مليون دولار كلفة الوضع الأمني الهش على الدولة، لكن لبنان رغم كل ذلك لم يطلب مساعدات من صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر إيجابي لا يزال يحفز مصرف لبنان على التسليفات في خطة العام 2013. يعني راح تكون بين المليار والمليار ونص دولار تحفيزات بشكل تسليفات من البنك المركزي للبنوك بفوائد منخفضة. مستعدين تمضوا بهالخطة على رغم الأوضاع السياسية والأمنية غير مستقرة؟ نعم، لأن الوضع النقدي ثابت، وضع النقدي متين. يعني أنتم تصارعون رغم كل ما يحصل في البلاد، ورح نضلنا هيك. سنبقى نحارب السياسة بالاقتصاد، يقولها حاكم مصر في لبنان بتفاؤل، فهل من يتلقف تفاؤله؟ حزب الكتائب ينتظر وضع اللمسات الأخيرة على عودته إلى الأمانة العامة لقوى 14 من آذار، تقرير هيثم خوند.
بدأت أولى خطوات عودة حزب الكتائب إلى الأمانة العامة لقوى 14 آذار ترتدي الطابع الجدي والواقعي، وهي توجت بزيارة ثانية قام بها المنسق العام للأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لبكفية، التقى فيها الرئيس أمين الجميل ونائبه سجعان أزي. كان اجتماع جدا ناجح، وأساسا ما في يكون إلا ناجح لما بيلتقيوا أبناء القضية الواحدة والخط الواحد والتضحيات الواحدة. وسنعمل معا الكتائب والأمان العامة في أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر يعني استئناف عمل الكتائب في إطار الأمان العامة، واللي لن يصبح رسميا إلا بعد أن يحدد المكتب السياسي هذا الأمر، سيعطي للكتائب مساحة نضال إضافية، سيعطي للأمان العام وحدة شاملة، وسيقوي 14 أدار. وفي هذا الإطار تدل كل المؤشرات على أن الأمور سائرة على الطريق الصحيح بناء على مبدأ تحديث دور الأمانة العامة وتطويره. في أوراق عمل، ومنها ورقة عمل قدم حزب الكتائب، وبعتقد أنه رح نشتغل مع بعضنا البعض في آلية من شأنها تعزز دور الأمانة العامة اللي نحن حريصين عليه. ولكن ما هو أهم من أوراق العمل ومن الهيكليات والتنظيمات واللي هي ضرورية وبلشت تكون صارت على السكة، هي الذهنية التضامنية والروح الأخلاقية اللي رح نشتغل فيها مع بعضنا البعض حتى لنجسد مبادئ وثوابت ثورة الأرز. وفي سياق المساعي المبذولة تستمر الاجتماعات التنسيقية بين الطرفين من أجل الاتفاق على كل التفاصيل قبل أن يقرر الحزب خطوته المقبلة في أول اجتماع للمكتب السياسي، التي ستكون إيجابية جدا بحسب كل المصادر. وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يشير إلى أن عدم إجراء الانتخابات في 9 حزيران أمر مزعج في بلد الديمقراطية. أتمنى أن يكون في انتخابات، وبتمنى عليكم أنه تتحضروا لانتخابات اللي عيناها 9 حزيران 2013، لأنه لبنان معروف عنه ومميز عن كل الدول العربية بلد الديمقراطية والحضارة. أنا بنزعج كوزير الداخلية أنه ما يكون في انتخابات ببلد الديمقراطية والحضارة، وصار في انتخابات باليمن وبالسعودية باليمن وبمصر وبليبيا وبكل هالبلدان يلي حضرتها اجت لعندها وحضارة مستجدة. وهون بطلب حقيقة من المجتمع المدني يلي انتم فيه، يلي انتم مكونين منه، ما تقبلوا الا بانتخابات. طبعا القانون اللي موجود الحالي هذا قانون يعني عجيب غريب، وانا ضده، بس بالنهاية اي قانون احسن من ما يكون في انتخابات. رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة يعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضيع فرصا على نفسه وعلى لبنان. الرئيس ميقاتي كمن يبيع الثلج في هذه الآونة، ولا يدرك هذا الشخص الذي يبيع الثلج أن الثلج يدوب، وإذا داب نصبح في وضع مختلف عما كان عليه عندما بدأ عملية بيع الثلج. أنا سمعت الحقيقة كلام من الرئيس ميقاتي أيضا، هو كلام غريب عجيب يعني لا أستطيع أن أفهمه، عندما قال أنه لو لم ينتشر الجيش بقوة في طرابلس لكانت قامت الإمارة. عن أي إمارة يتحدث؟ يقدم الرئيس ميقاتي التبريرات التي يحتاجها النظام السوري من أجل أن يقول أن طرابلس هي مدينة التشدد ومدينة الذين يؤمنون بالعنف والإرهابيين. طب هذا غير مقبول، هل هذا هو السبب؟ أم أنه أيضا يريد أن يعطي صورة لبعض الدول الأوروبية وغيرها أنه هو الذي يحارب المتشددين؟ أهالي ضحايا الكلخ يمهلون الدولة حتى صباح الاثنين قبل تحرك المفتوح. تقرير منى صليبة.
تحرك أهالي الذين قضوا في تل كلخ ظهر الجمعة في طرابلس، ولكن التحرك المفتوح تأجل إلى يوم الاثنين إذا لم يعاد هؤلاء. عدد الذين قتلوا ما زال مجهولا، وعدد الأسرى أيضا، والأهالي لا سبيل لهم إلا مناشدة الدولة استرداد الأحياء وتسلم الجثمين. التحرك بدأ في الجامع المنصوري الكبير حيث أدوا الصلاة، ومنهم من رفع اللافتات المطالبة بطرد السفير السوري من لبنان ودعم الثورة السورية ومطالب الأهالي. عقب الصلاة مباشرة تحدث رئيس لجنة أهالي اللبنانيين الذين توجهوا إلى تل كلخ الشيخ محمود إبراهيم، فقال إن الدولة اللبنانية لم تتحرك إلا لغاية اليوم عندما شعرت بتحرك الأهالي، وقال إن الأمن العام اتصل بهم وعرضوا عليهم صور 7 جثث بدت محللة كون هذه الجثث لم توضع في برادات، وكشف الأمن العام لهم أن حسان سرور ما زال حيا وهو معتقل لدى النظام السوري، وأمهل هؤلاء الدولة إلى الاثنين وإلا السلطة تخلت عن أبنائنا، رئيس الوزراء من عنا وخمس وزراء من طرابلس. طيب أبناء طرابلس جثامين تتفتت الآن ورائحتها، رائحة الجثامين كل يوم تقوى بعد يوم. نقول لهذه السلطة إننا نمهل هذه السلطة حتى مساء الأحد، يعني معنا سبت ويوم الأحد، وإذا هذه الجثامين ما بتوصل السبت والأحد فليدركوا، ما بقى فينا نضبط الشارع. الشباب في كافة المناطق في أكثر من منطقة سينزلون إلى الطرقات، طريق التبان وطريق البداول وساحة النور والقبة، وحتى سنتواصل مع أهل عكار وأهل مجد العنجر حتى يتضامنوا معنا وينزلوا إلى الطرقات. التحرك سلك الطريق الذي كان مرسوما له، أي من الجامع الكبير باتجاه ساحة النور، رفع خلاله الأهالي الرايات السوداء واللافتات في غياب أي من الشخصيات السياسية، نفذوا اعتصاما ل15 دقيقة من الوقت وغادروا. وما تعدل في الخطة هو عدم نصب الخيم في ساحة النور وأعلان الاعتصام المفتوح بانتظار المهلة المعطاة، أي صبيحة الاثنين، حيث سيكون لكل حادث حديث. إلى ذلك التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم في السراي الحكومي، وطلع منه على الاتصالات التي يجريها في شأن استعادة جثامين اللبنانيين الذين سقطوا في بلدة تل كلخ السورية. وأبلغ اللواء إبراهيم الرئيس ميقاتي أن عملية تسليمهم ستتم بعد استكمال إجراءات التعرف عليهم. روسيا تؤكد أنها لم ولن تغير موقفها من سوريا، وتظاهرات تحت شعار لا إرهاب إلا إرهاب الأسد تضامنا مع جبهة النصرة. لم يكد المجتمع الدولي والداخل السوري يتفاعلان مع الموقف الروسي الجديد حتى أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لم تغير ولن تغير موقفها بشأن سوريا. بوغدانوف كرر موقفنا المبدئي المؤيد لتطبيق اتفاق جنيف في أسرع وقت ممكن. رأيت كيف قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية بحماس أن موسكو استيقظت أخيرا وتغير موقفها. لم نكن نائمين ولم نغير يوما موقفنا. وإزاء الموقف الروسي الحليف تصعيد فرنسي جديد شنه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من بروكسل، معتبرا أن على الأسرة الدولية تحديد هدف لها، وهو دفع الرئيس السوري إلى الرحيل في أسرع وقت ممكن. بدوره وجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحذيرا جديدا لنظام الأسد، مؤكدا أن الجمود واللامبالاة ليس خيارا. أمريكيا أعلن مسؤولون أن الولايات المتحدة ستنشر بطاريتي صواريخ باتريوت و400 جندي في تركيا، ووقع وزير الدفاع ليون بانيتا الأمر الرسمي، كما وافق نواب ألمانيا على نشر الصواريخ لحماية تركيا. سوريا ما في إرهاب، سوريا ما في إرهاب، يا أوباما ويا كذاب. وسط تسارع التطورات سياسيا خرجت تظاهرات ككل يوم جمعة في مختلف أنحاء سوريا بشعار لا إرهاب إلا إرهاب الأسد، في إشارة إلى جبهة النصرة. جبهة النصرة التي وضعتها واشنطن على لائحتها السوداء منع مقاتلوها أيا كان من دخول قاعدة الشيخ سليمان التي سيطروا عليها. إلى ذلك أفادت مواقع المعارضة على الإنترنت بأن مجموعة من الجيش السوري الحر سيطرت على كتيبة الرادار في حلب، كما تدور اشتباكات عنيفة داخل كلية الشؤون الإدارية العسكرية في حلب بعدما اقتحمتها مجموعات مقاتلة معارضة. وذكر المرصد السوري أن الجيش النظامي يقصف الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق. من جهة أخرى سقط قتلى وجرحى في قصف على درعا، فيما ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء النزاع إلى أكثر من 43,000 شخص.
تظاهرات مضادة عشية بدء الاستفتاء على الدستور واشتباكات في الإسكندرية توقع عشرات الجرحى. من القاهرة تقرير لمراسلنا هشام مهران. بعد عامين على الثورة المصرية يصوت المصريون على دستور لا يحظى بتوافق وطني في أجواء احتقان بالغ. التيار الإسلامي المؤيد يرى الدستور انتصارا لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. أما الجمعية التأسيسية للدستور فقد اتهمت المعارضة بشن حملة تشكيك منظمة، مؤكدة أن الدستور الجديد يحترم الحقوق والحريات ويقلص صلاحيات الرئيس. إذا قال الناس نعم فسنذهب مباشرة في اليوم التالي إلى انتقال السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى، وإذا قال الناس لا فسنذهب مباشرة إلى انتخاب جمعية تأسيسية مباشرة بالانتخاب المباشر من الشعب. الاستفتاء الذي يتم على مرحلتين لنقص أعداد القضاة ترفضه القوى المدنية المتحدة في جبهة الإنقاذ الوطني، داعية المواطنين للتصويت بلا على دستور تقول إنه يمهد لدولة دينية ويسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويقمع الحريات. الدستور ده لا صلة له بشريعة ولا بدين. الدستور اللي احنا هنصوت عليه ده دستور باطل، مش عشان الشريعة. الدستور ده نتاج فصيل واحد لرؤية واحدة. فيما شهد محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات المصابين، وفق محللين سياسيين فإن نتيجة التصويت على الاستفتاء الجديد إذا جاءت بلا فسيمثل ذلك ضربة للتيار الإسلامي الذي ينتمي له الرئيس، وإذا جاءت بنعم فسيستمر الصراع السياسي. كلمة الحسم بين الخيارين ستكون بيد الأغلبية الصامتة أو ما يطلق عليه في مصر حزب الكنبة. هشام مهران، MTV، القاهرة. في الأردن تظاهر المئات في عمان ومناطق أخرى من المملكة ضد رفع أسعار المحروقات، مطالبين الحكومة بالإفراج عن متهمين اعتقلوا منتصف الشهر الماضي إثر مشاركتهم في احتجاجات ضد رفع الأسعار. في البحرين تظاهر آلاف من أنصار المعارضة بهدوء قرب المنامة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، وسار المتظاهرون الذين رفعوا العلم الوطني في شارع البديع حيث توجد تجمعات لسكان شيعة غرب العاصمة مرددين هتافات معادية للنظام. بعد الإعلان دردشات الموت. في الخاص، الدردشات الإلكترونية أثناء القيادة سبب إضافي للموت على طرقات لبنان. تقرير حسين خريس. اجتاحت ظاهرة الدردشات الإلكترونية طرقات لبنان، وإلى زحمة السير أضيف الكثير من التواصل بين سائقي السيارات وذويهم من جهة، وقليل من الانتباه بين سائقي السيارات أنفسهم من جهة أخرى. نتمنى ومنقول أنه هيدي الشغلات اللي بتتعلق مباشرة بالسلامة العامة، هيدي شغلات ما فيها مزح. من استعمال أجهزة الاتصال، في ناس عم تحكي على التليفون، بس اللي عم تنضبط، اللي عم ينضبط عم يصير في تنظيم محضر مخالف وعم يتاخد بإجراء. وسيلة الاتصال أنشئت للتواصل مع الآخر، أما هنا فتستعمل هذه التكنولوجيا لتجاهل الآخرين، بل لتجاهل سلامتهم العامة. شي مرة عملت شي حادث من وراء تشاتينج؟ لا. او حدا زمر وراك؟ ايه اكيد، على اشارة. تعمل تشاتينج انت عم تسوق؟ ايه اكيد. ايه بس بزنس. ما فيك ما ترد على واتساب وقت تكون ماشي على الطريق، خصوصا اذا في حدا عم بدق لك عن شي سهرة او شي شغلة مجبور ترد. بس مش دايما واحد هو عم بيسوق لازم انه يضلوا على التليفون على الاشارة الحمراء ولا بعجلة السير منيحة. فهذا الشاب لا يبالي بوجود المركبات الآلية أو عدم وجودها، لأن كل تركيزه ينصب على الاستجابة للرسائل الإلكترونية مع الاتكال ربما على العناية الإلهية. أما هذه الفتاة فهي غاضبة من أمر ما، ولكن بالتأكيد ليست منزعجة من زحمة السير لأنها لا تلتفت إليها أصلاً. رب العائلة هذا يدردش عبر الواتساب أو ربما البيبي رغم وجود طفل في السيارة، وكأن واجب الرد أهم من واجب حماية العائلة.
قانون السير القديم يحظر استعمال أي جهاز من أجهزة الاتصال أثناء القيادة تحت طائلة غرامة قدرها 50,000 ليرة، أما القانون الجديد فالغرامة أكثر كلفة. الغرامة تبعها يعني 200,000 ليرة، لأنه مقسم القانون الجديد، قسم الغرامة أول 15 يوم، في حال 15 يوم المخالف ما دفع الغرامة ترتفع الغرامة ل 350,000 ليرة، يعني ضعفه مرة ونص، وبينسحب من سجله المروري 3 نقاط. إذا كان الغرب هو الذي صدر لنا التكنولوجيا وسبقنا عقودا في مجالها، فالأمل كل الأمل ألا يسبقنا هذا الغرب نفسه بحسن استخدامها قرونا. الوزير باسيل يؤكد أن مشاريع وزارته الكهربائية تسير وفق ما هو مخطط له. الملف الكهربائي طغى على المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة جبران باسيل، فاعتبر أن قضية البواخر الكهربائية وصلت إلى خواتيمها السعيدة، وأن نتائج ستظهر جلية بعد وصول الباخرتين الموعودتين في مدة أقصاها 4 أشهر للأولى و6 للثانية. اليوم صار فينا نبلش نحاسب الشركة التركية إذا تأخرت بأن تجيب البواخر على الوقت. قبل ما كان فينا نضغط ونصر لأنه كان الحق علينا، هلأ الأموال تحولت. الوزير باسيل أكد أن إمكانية توفير الكهرباء 24/24 لا تزال كبيرة في العام 2015، مؤكدا أنه لن تتم زيادة تعرفة الكهرباء في هذه الفترة إلا إذا زادت التغذية، ما سيوفر على المواطن تعرفة المولدات. باسيل لم ينسى أيضا التذكير باصطدام تأهيل معملي الجي والذوق بعقبات في مجلس الإنماء والأعمار، كما تناول ملف مناقصة دير أعمار. اليوم رفعنا لمجلس الوزراء تقريرنا بهذا الموضوع، وكل اللي عم نحاول نعمله هو أن نوفر أموال على الدولة ونكون عم نشتغل ضمن القانون. كانوا بوقتها عم بيقولوا المصاري كتار لشو هالقد، هلا المصاري عم بيقولوا ليل بالعكس تدفعوا زياده. باسيل جدد المطالبه بمساواه المناطق بالتغذيه الكهربائيه والا زياده التعرفه على العاصمه. كذلك وعد في دردشه مع الاعلاميين سبقت المؤتمر الصحفي باثاره ملف دسم قريبا فيما خص موضوعي الحدود البحريه والتنقيب. قررت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماعها تنفيذ إضراب عام شامل يوم انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء بعد رأس السنة في جميع الإدارات العامة والوزارات والمقاميات والسرايا الحكومية وكل المدارس الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والرسمي. كما قررت تنفيذ تظاهرات باتجاه السرايا الحكومي في العاصمة والمناطق تزامنا مع الإضراب. عثر على جثة رجل في العقد الثاني من العمر في غرفة مهجورة في مسجد العنجر وهي مصابة بطلق ناري في الرأس. الطبيب الشرعي أكد أنها جثة ياسر محمد عبد الخالق من بلدة مسجد العنجر الذي فقد ليلة الخميس. بغية تعزيز سياق الالتزام المستمر لنشر التوعية حول التحديات البيئية، نشر بنك البحر المتوسط بنك ماد مع برنامج الأمم المتحدة وجمعية جرين سيد لبنان قصة تهدف إلى تثقيف الأطفال بطريقة بسيطة على الدور الأساسي الذي تلعبه المياه في الحياة. وتروي القصة حكاية طفل عاش مع دروبي مغامرة سحرية منحته نصائح وعلمته إجراءات أولية للحفاظ على المياه في المنزل. وقد تم إنتاج 30,000 نسخة من القصة المكتوبة ب3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية. صفحة متفرقات محلية في هذا التقرير. رعت عقيلة رئيس مجلس الوزراء مي ميقاتي حفل الميلاد في السراي الحكومي بمشاركة أطفال من عدة مؤسسات تعنى بالأيتام من كل الطوائف والمناطق اللبنانية. الاحتفال حضرته عقيلات عدد من الوزراء والسفيرات المعتمدات في لبنان، وأحيته فرقة نادي المهرجين للأطفال، واختتم بتوزيع الهدايا عليهم. في معراب استقبلت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ستريدا جعجع النائب البطريركي على أبرشية جبة بشري ورئيس لجنة الحفاظ على وادي قاديشة المطران مارون العمار، وبحثت معه في وضع استراتيجية عمل للحفاظ على الوادي المقدس انطلاقا من المحافظة على البعد الروحي للوادي والمحافظة على تصنيفه على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو.
أطلق وزير الاتصالات نيكولاس صحناوي الطابع التذكاري ومغلف اليوم الأول للإصدار تخليدا لذكرى الإعلامي غسان تويني. الصحناوي أكد أن الطابع هو مجرد لفتة صغيرة في سياق ما يستأهل الراحل من تكريم وتخليد بعدما أسهم في إعلاء شأن لبنان في المحافل العربية والدولية، وكانت له أيدا بيضاء في السياسة والإعلام والدبلوماسية. بعد الإعلام كبسولة مضادة لنهاية العالم. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه عند اتهامه بإساءة الائتمام وقبل 5 أسابيع من الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وأكد ليبرمان أنه ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته، ولكنه قرر التخلي عن مهامه كوزير للخارجية ونائب لرئيس الوزراء، ويتزعم ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف. في الولايات المتحدة قتل 27 شخصا بينهم تلاميذ خلال هجوم على مدرسة في ولاية كونيتيكت شمال شرق البلاد. وأكدت محطات تلفزيونية أمريكية أن مسلحا هاجم إحدى المدارس الابتدائية في مدينة نيو تاون وفتح النار قبل أن تقتله الشرطة التي اشتبكت معه. ورجح الأهالي أن يكون هناك مطلق نار آخر بعد سماعهم عشرات الرشقات النارية. في إيران حوار نووي، في روسيا تطوير صواريخ، وفي كوريا مزيد من الصواريخ. أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا محادثات جيدة مع طهران عن ثقتها بالتوصل إلى اتفاق في كانون الثاني سيتيح لها التحقق من غايات البرنامج النووي الإيراني. وأكد كبير مفتشي الوكالة أنه سيتم في اللقاء المقبل وضع اللمسات الأخيرة على طريقة التعامل والبدء بتطبيقها خلال فترة قصيرة. أعلن قائد القوات الصاروخية الروسية أن موسكو تطور صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات. وأشار الجنرال سيرجي كاراكاياف أن هذا الصاروخ صنع بالتقنيات المتوفرة إلى أقصى حد، ما قلل الكلفة والمهلة بشكل كبير، مضيفا أن عدة تجارب لإطلاق نماذج منه أجريت عام 2012، وهو صاروخ يمكن أن يواجه أي منظومة دفاعية مضادة للصواريخ، ليربط بذلك تطوير الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات بالدفاع الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي. أعلنت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن زعيم النظام الستاليني كيم جونغ أون يريد إطلاق المزيد من الصواريخ إلى الفضاء بعد يومين من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا نجح في وضع قمر صناعي في المدار في عملية لقت تنديدا دوليا واسعا. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى لإقناع الصين بالموافقة على صدور قرار عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها الصاروخ إلى الفضاء الخارجي. إلى موريس والصفحة الاقتصادية. مساء الخير. البداية عربية، كشفت الديلي تيليغراف أنه النظام السوري بيستفيد وبيستنفد احتياطه المالي بسرعة، مما رح يؤدي لفقدانه المال بحلول نيسان. أما إيران حليفة النظام السوري قد تكون قادرة حتى اليوم أنه توصل النفط لمينا طرطوس، غير أنه نقل الإمدادات للمناطق أصبح أكثر صعوبة يوم بعد يوم. طلبت الأمم المتحدة جمع 8.5 مليار دولار لتمويل برنامجها للمساعدات الإنسانية بـ 2013، واللي رح توضع بتصرف 51 مليون شخص تضرروا جراء 16 أزمة كبرى بالعالم باستثناء سوريا، حيث من المنتظر أن تطلق الأمم المتحدة ندائين لجمع الأموال طبعا اللازمة لمساعدة حوالي 2.5 مليون سوري لنصف الأول من 2013، وذلك نهار الأربعاء المقبل، إشارة إلى أنه عدد اللاجئين السوريين المسجلين بدول الجوار وشمال أفريقيا تجاوز النصف مليون شخص. أوروبيا، أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخواي أن بلاده لن تطلب إنقاص شامل لعدم حاجتها لها البرنامج حاليا، بالوقت اللي سجلت فيه ديون إسبانيا رقم قياسي جديد نهاية أيلول عند 77.4% من الناتج الداخلي، بوقت متوقع أنه تبلغ 85.3% من الناتج نهاية 2012 مقابل 69.3% نهاية 2011. أيضا أوروبيا، أرجى القادة الأوروبيين القرارات حول مواصلة التكامل والاندماج الأوروبي لما بعد الانتخابات الألمانية بال2013 والانتخابات الأوروبية بال2014. وبعد الاجتماع أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه أمام منطقة اليورو سنوات صعبة، حيث رح تواجه مزيد من الإصلاحات المؤلمة والنمو البطيء والبطالة المرتفعة. وأكدت المستشارة على تأييدها لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اللي اعتبرته سبب استرادة واسترداد إيطاليا لسئة الأسواق العالمية.
أصبح مصرف يو بي اس السويسري عرضة لدفع غرامة بتزيد عن مليار دولار من قبل الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة وبريطانيا بسبب تلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك طبعا المعروفة بالليبور، والغرامة بتزيد عن ضعف الغرامة اللي دفعها باركليز بحزيران الماضي واللي بلغت 467 مليون دولار. من الأخبار إلى جولة البورصة، طبعا بورصة بيروت اليوم سجلت مزيد من الارتفاع بدعم مستمر من أسهم سوليدير اللي أنهت الجلسة فوق مستويات 13 دولار. الأسواق الخليجية مقفلة اليوم، ولكن بنظرة على معدل داخل الأسبوع بيكون التراجعات سجلت أبرزها بالإمارات تحديدا عند مؤشر دبي اللي سجل تراجعات بحوالي 1.5% والإمارات بمعدل 2%. استقرار سلبي بأوروبا بضغط من قطاع النفط والغاز، وبظل أيضا عمليات جني أرباح الجلسات السابقة، وطبعا بظل توقعات بأنه الأسهم عرضة لتصحيح نزول أعمق إذا استمر المأزق بمحادثات الولايات المتحدة طبعا حول الميزانية، وذلك عند قرب نهاية السنة الحالية. طبعا استقرار واضح على المؤشرات. انخفضت وول ستريت بظل القلق لعدم تحقيق تقدم بالمفاوضات لتفادي الهوية المالية، وحد بعد شيء من تراجعات دعم النمو الانتاج الصناعي بأسرع وتيرة بسنتين بشهر تشرين الثاني، إشارة لأنه اليوم أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن بيع كافة وباقي حصتها من الأسهم العادية بشركة AIG طبعا للتأمين بقيمة 7.6 مليار دولار. إلى المعادن، حيث الذهب استقر وبيتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي له مع إحجام المستثمرين عن المعدن الأصفر بسبب طبعا عدم اليقين حول محادثات الميزانية بالولايات المتحدة مستويات 1695 دولار. أما النفط فكان عم يسجل ارتفاعات بدعم من تحسن توقعات الاقتصادية بالصين، وأيضا مزيد من الدعم بظل التوترات المستمرة بالشرق الأوسط والمخاوف حول الامدادات مستويات 109 دولار لبرنت الأوروبي. إلى العملات، حيث وصل اليورو اليوم لأعلى مستوياته من منتصف أيلول أمام الدولار، بدل تقرير عن تضخم بالولايات المتحدة اللي أظهر تراجع الأسعار بتشرين الثاني للمرة طبعا الثانية بست أشهر، 31.66 ارتفاع بحوالي أقل من 1% تقريبا. اللهم وصل نهاية آخر جولة اقتصاد لنا لها الأسبوع، طبعا ملتقى ظهر نهار اثنين ضمن بيروت اليوم. نعود لكم تابعة العافية موريس. شكرا موريس. وإلى صفحة متفرقات سريعة. ب 21/12/2012 نهاية العالم مثل ما مصدق كتير من البشر، حيث رح تطوف الدنيا بانتظار يوم القيامة. سمى مليون كيوان المزارع الصيني كبسولة خاصة استوحاها من سفينة نوح. طبعا هالكبسولة ما بتشبه السفينة، إنما صممت لتواجه الفيضانات. ليو بذاته منه مصدق كتير قصة نهاية العالم، إنما الحافز وراء هالاختراع المتقن هو خوف بنته من الكوارث الطبيعية اللي لابد إنه تحصل، وفق ما أكد ليو. إشارة إلى أنه هالاختراع كلف حوالي 300 ألف دولار وسنة من التصميم والعمل. بسدني عيد الميلاد مبكر هالسنة بحديقة الحيوانات، حيث عم تتنعم هالمخلوقات المحببة على قلوب البشر بوجبات شهية. هالزلحفة مثلا عم تاكل البطيخ المزين على مهلة، وصاحبتها عم تتلذذ بالخس. أما الدب فبكل قوته عم يحاول يحصل على المكسرات والأطعمة المفضلة عنده. أما بقية الحيوانات فكان إلى أيضا حصتها من العيد. بكولومبيا لغز كبير محير السكان والعلماء، وهو العثور على عدد من الموميا بحالتهم الطبيعية بمقبرة سان برناردو. لا جواب علمي حتى الساعة لأسباب التحنيط الطبيعية، إنما بعض المعنيين برشحوا يكون سبب عدم تحلل الجثث طبيعة المناخ وحرارة الأرض أو الأطعمة يلي كان يتناولها الأشخاص بوقتها. اللافت إنه هالمكان أثار حشرية أهل المنطقة يلي عندهم أقارب مدفونين بهالجبل، وحتى السياح يلي عم يتوافدوا من كل العالم لرؤية هالموميا. الصفحة الرياضية مع الزميل نجيب قاعي. مساء الخير. بداية أخبارنا لليلة رح بتكون مع الـ NBA ومع مباراة كبيرة كانت عم بتصير بين متصدر القسم الجنوب غربي فريق سان أنطونيو سبيرز اللي حل ضيف على فريق بورتلاند تريل بليزرز، وسيطروا أصحاب الأرض على المباراة من بدايتها بالأخص بفضل اللاعب داميان جارد اللي سجل 29 نقطة. أما عن ضيوف فتألق توني باركر مع 21 نقطة وخمس تمريرات حاسمة. تيم دانكن سجل 16 نقطة لفريقه، لأنه هالشيء ما كان كافي لفوز فريقه، وانتهت المباراة بنتيجة 98-90 لصالح بورتلاند. إشارة إلى أنه سان أنطونيو بعده محتفظ بصدارته لمجموعة الجنوب الغربي، لأنه أصبح الثاني بالترتيب العام للمنطقة الغربية خلف أوكلاهوما سيتي تاندر. بهالوقت عم نشوف سقوط كبير للوس أنجلوس ليكرز، والشيء على أرضه أمام فريق نيويورك نيكس اللي عم بقوم بجولة بالمنطقة الغربية. أما أتلانتا فهو تغلب على شارلوت بشارلوت بنتيجة 113-90. منتابع أخبارنا ورح نكون هلأ مع التنس، حيث بيتابع روجيه فيدرير جولته بأمريكا
الجنوبية يلي بتهدف إلى ترويج لعبة التنس بهالمنطقة. فمن بعد البرازيل وصل اللاعب السويسري للأرجنتين بزيارة بتستمر لثلاث أيام، استهل بمباراة استعراضية مع ابن البلد خوان مارتن دال بوترو وبحضور 20,000 شخص من محبي هاللعبة. وبعد المباراة اللي حسمها دال بوترو بنتيجة 2-1 انتقل الجميع لملعب لبومبونيرا الشهير للفوتبول الخاص بنادي بوكا جونيورز، وانضم لهم هداف المنتخب الأرجنتيني السابق جابرييل باتوستا، حيث حاضوا مباراة بالسكر والتنس وأخذوا صور تذكارية. وطبعا هالشيء كله من أجل الترويج لرياضة التنس بعالم كرة القدم. قبل ما نكون مع سكي رح نحكي كرة قدم وتحديدا منتخب لبنان يلي سقط اليوم أمام المنتخب الكويتي ببطولة غرب آسيا السابعة. المنتخب الكويتي ورغم فوزه على لبنان بعده بالمركز الثاني بمجموعته مثل عمان يلي تغلبت على فلسطين وتأهلت للدور النصف النهائي من هذه البطولة يلي تعتبر من البطولات الوسطية في هذه المنطقة. منتابع أخبارنا ومنكون هلأ مع أخبار السكي، رح نكون مع خبرين، بداية رح نكون مع سوبر جي ومن ثم منكون مع سكيلتون والبوبسلي. منبلش إذن مع سوبر جي وتحديدا من إيطاليا من فالغاردينا جروندون مع منافسات السوبر جي يلي مثل العادة بعدها عم بتصير بأجواء مناخية منا كتير جيدة. الفوز بالسباق بيكون لأكسل لوند فيندال اللي عم بيحقق فوزه الثالث بخمس سباقات، وعم بيأكد للجميع بأنه الرجل الأسرع هذا الموسم. هو حاليا بالمركز الأول بالترتيب العام بفارق 132 نقطة عن الأمريكي تيد ليجاتي بالمركز الثاني. ومنتابع أخبارنا ومننتقل هلأ لفرنسا تحديدا لمنطقة لابلاني تنكون مع منافسات بالبوبسلي والسكيلتون. بداية منكون مع السكيلتون مع انتصار كبير للاتفي توماس جيكرز يلي قدر يحتل المركز الأول أمام الروس ألكساندر ترتيكياكوف بالمركز الثاني وخيو مارتنز ديكرز بالمركز الثالث بهالمنافسات القديمة جدا بأوروبا يلي تعتبر من الأعرق. وهون عم نشوف منافسات البوبسلي عند السيدات، المركز الأول لكندا، المركز الثاني للمنتخب الأمريكي الثاني، والمركز الثالث للمنتخب الأمريكي الأول. الاسم الأفضل في هذا الإطار كايلي هامفريز يلي قدرت أنه تحقق الانتصار هون وتحتل المركز الأول بالترتيب العام، وهالشيء أمام ساندرا كرياسيس الألمانية. هذا كان كل شيء، عودة لكم. شكرا، يعطيك العافية. الآن الأحوال الجوية مع الزميلة ألين برمانة أبي هيلا. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. بونسوار. من بعد الأمطار المتفرقة يلي شفناها اليوم وامبارح ببعض المناطق رجع طقسنا يستقر. بكرة نهارنا صافي إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة أدنى من معدلات الشهرية العادية. اتجاه الرياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 18 و20 درجة، على الجبال بين 6 و15، أما بالداخل فبتتراوح بين 13 و14 درجة. الرطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا صافي إلى قليل الغيوم. جولة من الجو بتخدنا فوق بعض المناطق وضع لبنانية لنشوف كيف طقسها لنهار السبت. ومنبلش جولتنا من الكويشرة 14 درجة، دير بلا 16، نيحة 8 درجات، بعتوتا 9 14 درجة، ببكفية الدمور صيدا وصور 19 درجة، وطقسنا غائم بكافة المناطق 13 بمارون الراس، كمان بدير ميميس 14 درجة بعميق، 13 بالفرزل، والختام بالقاع مع 14 درجة. لمحة سريعة عن طقس الويك اند وأول الأسبوع الجاي، بكرة السبت بتسجل حرارة 20 درجة بالنهار وطقسنا غائم، طقسنا بيستقر على هالشكل لنهار الأحد مع 21 درجة، بيتحول إلى ممطر نهار الاثنين وبتنخفض الحرارة لل 19، طقسنا ممطر نهار الثلاثة مع 18 درجة. بتمنى لكم سهرة حلوة كيف ما قررتوا تقضوها، وأنا بلاقيكم بكرة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، تابعونا على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb، وتابعوا ديانا في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء. إلى اللقاء.